مساء الخير مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظة الشرقية. احنا تحديدا موجودين أمام مجمع محاكم جنايات الزقازيق. كنا بنتابع مع حضراتكم منذ قليل جلسة النطق بالحكم على المتهم عبد الله المتهم بقتل زميلته أمينة في مركز مشتول السوق، عروس مركز مشتول اللي قتلها زميلها غدر بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد، وسرق مصوغاتها الذهبية والهاتف المحمول والاموال اللي كانت بحوزتها. منذ قليل اصدرت محكمه جنايات الزقازيق المنعقده في مجمع محاكم بلبيس قرارها بالاعدام شنقه للمتهم. احنا دلوقتي معانا محامي المجني عليها امينه، هيحكي لنا تفاصيل اكثر عن الواقعه والجلسات السابقه اللي حدثت في المحكمه. اهلا بحضرتك استاذ سيد على موقع وجريده. ازي حضرتك، ربنا يسلمك يا رب ويخليك. يعني النهارده اسدلت محكمه الجنايات الاستطار النهارده على القضيه اللي هزت محافظه الشرقيه، وخاصه مركز مشتول السوق ابريل الماضي، طبعا باتهام الشاب ده على قتل زميلته بعد استدراجه ليها وسرقه مصوغاتها. تفاصيل اكتر تكلمنا عليها استاذ سيد عن الجلسات اللي فاتت، وكمان يعني نذكر المشاهدين بالواقعه. يا فندم، تفصيل اكتر عن الواقعه ان المتهم عندما تم القاء القبض عليه وحضر تحقيقات امام النيابه العامه، اقر بكل وقع الاتهام، اقر بالاتهام بالاستدراج، اقر بانه حاول يهتك عرضها، اقر بانه قام بقتلها، اقر بانه قام بسرقتها. المتهم اقر بكل هذه الاشياء، ولذلك لما المحكمه النهارده تحكم بالاعدام، تحيل اولا ثم تحكم بالاعدام، ما هو مش لاقي يعني اي شيء للمتهم عشان تقول لا ده خلاها مؤبد، ده خلاها كام سنه، لكن لم ترى المحكمه بكامل اعضائها الا ان تصدر حكما باعدام المتهم شنقا لما اخترفت يديه، لانه هو ارتكب جريمه بصراحه بشعه جدا، وجريمه يعني انا شوفي لما يبقى هذا المتهم مش كبير في السن ويخطط لمثل هذه الجريمه التخطيط ده، ويقتل البنت اللي هي كانت طبعا بتجهز لعرسها عشان هتتجوز. طب واحد هيسالني سؤال يقول لي البنت راح ليه؟ هو استدراجها ان مراتي عايزه تشوفك عشان تتكلم معاك شويه في بعض التفصيلات، واتضح ان هو يعني اخلى البيت تماما ومشى مراته على بيت اهلها عشان يخلي البيت تماما. البنت دخلت هي فين مراتك؟ هي طبعا كانت واخده عليهم وصاحبتهم، متعوده على الزياره دي، اصل كانوا اصدقاء في العمل. هم كانوا اصدقاء في العمل، تمام. هي طبعا فين؟ طب جايه فوجئت بقى بالاعتداء عليها، وفوجئت بالاعتداء عليها بعد كده بهتك العرض، محاوله هتك العرض. هي قامت، ابتدى هو الولد ده يضربها بالسكين ضربات متتاليه، ماتت، حطها في جوال رماها. طعنها كم طعن؟ طعنها طعنات كثيره، لم يتركها الا ان اصبحت جثه هامده، ولذلك هذا الامر بين لديه قتل، القتل مع سبق اسره، كان مصر على قتلها. طب حضرتك بتقول طعنها طعنات كتير، يعني هو بطعنها الطعن ده يعني هو مثلا زي ما بيقولوا بالبلدي كده بيفش غليله في حاجه معينه او لا هو او كان ايه ليه يعني؟ هو كان عايز يسرق، يعني كل ده الطعنات دي كلها عشان ان هو يسرق؟ لما كان طعنه واحده وخلاص او اتنين وكفايه، ما ممكن ما لحد ما تلفظ انفاسها الاخيره. لا هو انما كل هذه الطعنات اللي كلها غل حاجه، وعايز يجوز عليها قبل ما حد يجي البيت ويتاكد ان هي توفت عشان ما حدش يفصح او ما حدش ما يظهرش جريمته اللي هي جريمه السرقه فيما بعد. ده مساله اللي انا بستغرب له يا استاذه مي، ان بقول لك في صغر سنه وعنده نفس بشريه قاسمه جباره، عنده كام سنه وعنده انفعال يعني هدوء انفعالي رهيب جدا. الواد ده حاجه و20 سنه، ده عيل مجرم بالطبيعه. الواد ده يخطط التخطيط ده كله في السن ده ويستدرج ويخطف، خلي بالك بالتحايل، وبعدين يحاول هتك العرض. ده انت مقبل على ان نيتك النيه بتاعتك فيها انك تقتلها، عايز ترتكب معاها الفاحشه. لا مساله، لا ودي نفس، دي نفس بشريه. لا مساله خطيره جدا يعني امور. وبعدين عارفه مراته تقول له ايه؟ هو يا عبد الله ايه الدم اللي موجود على السجاده ده؟ يقول لها ده دم من ذبح ارنبه. ذبح ارنبه. ويشيلها هو ويجيب حد من اصدقائه
بالظبط تحطها في جوال وياخدها ويشيلها على انها كوم زباله. ايه الراجل ده؟ طب انا عايزه برضو اسال السؤال، لان هو نفل تهمه خلال لا ده اعترف، لا زميله زميله قال انا ما كنتش عارف، قال زميله ان هو ما كنتش عارف، يعني زميله شال معاه الجوال او الشكاره اللي فيها امينه وهي بالتقل ده، بنت بالتقل ده، وحطها معاه في التوك توك وهو مش حاسس ان التقل ده تقل مثلا جث او حاجه غريبه، غير ان هي مثلا زباله. لا كلامك صح 100%. يعني انا اسفه مثلا الواد حمد ايه بقى، بس برضه دوت انا اعتقد يعني هذا الامر ما يخلوش برضه ما يعرفش ليه. هو يقول لك ان حط حوالين الجثه كلها اشياء من الزباله، خلي بالك من دي، بس برضو ولو برضو في حاجه تقل الجثه تقل الجثه برضو. الولد ده كان، بس التحالف المحس قالت ايه؟ قالت ان هو ما كانش على علمه وانه ما كانش يعرف، خلاص بلا التحالف نفع عنه التهم، نفع عنه التهم. لكن هو طبعا انا على يقين انه كان يعرف كويس جدا انه القضيه ديت دي جثه وكان رايح فيها. انا على يقين انه كان يعرف، ولذلك الولد دوت ما كانش ابدا مفترض يهرب من العقاب. امينه قتلها قبل كتب كتابها بايام، صح؟ كانت بتجهز للعرس ومجهزه كل حاجه، ويعني سبحانه وتعالى حرمها من متعه الحياه، حرمها من كل اشياء، يعني عيل مجرم. ولذلك ان شاء الله من قتل يقتل. النهارده المحكمه لما حكمت بالعقوبة الاعدام حكم عادل، حكم عظيم، من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، هذا عدل بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا احنا يعني ما يفوتناش ان احنا ندعو بالمغفره والرحمه الى السيد المستشار الجليل، ربنا يرحمه يا رب، امبارح يا رب الف رحمه هو ليه. اصدر القرار اللي فات، اعظم من اعظم قضاه مصر، قضاه مصر عدلا وخلقا ونزاهه، حاجه قاضي كده عظيم بالظبط، كان دائما يلمس الانسانيه في المتهم، وكان بصراحه بيعمل حاجات ويطبق روح القانون في حاجات كتير جدا. القاضي الجليل عبد الباسط بن بابي الله يرحمه الف رحمه ليه، هو اللي احال والدائره، هم اللي احالوا متهم الى فضيله المفتي، ومن بعده الدائره هي اللي حكمت بحكم الاعدام. فصدق عليه المستشار يا رب يرحمه رحمه واسعه ويسكنه فسيح جناته. ذلك القاضي الذي افنى حياته دفاعا عن العدل وعن الحق، يعني بصراحة احنا لما تلقينا نبأ او خبر وفاته كنا في حزن شديد، لانه قضى حياته كلها في عناء دفاعا عن الحق وعن العدل. الله يرحمه الف رحمة يا رب، يا رب الف رحمة له. وخلص العزاء لورثة المعالي المستشار الجليل المرحوم عبد الباسط بن بابي. شكرا للاستاذ سيد، يا رب يسلمك ويحفظك جدا استاذ زميل، متحرمش من حضرتك، اتفضلي يا فندم. تسلم يا رب، تسلم، شكرا لحضرتك، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا معانا كده مشاهدينا، متابعي موقع وجريده اهل مصر في كل مكان، تفاصيل سويه ارتكبها المجرم المتهم بقتل زميلته امينه اللي استدرجها لمنزله وانهى حياتها بعده طعنات متفرقه بانحاء متفرقه بالجسد، وكان حاول ان هو يعتدي عليها وهي قومته، قام بطعنها عده طعنات حتى لفظت انفاسها الأخيرة بإيديه. بعد كده يعني قام بأخذ المسوقات الذهبية اللي كانت مرتدياها، وكمان سرق الهاتف المحمول والمبلغ المالي اللي كان بحوزتها ووضعها داخل الجوال، و يعني اصطحب صديقه، وطبعا ادعى ان الجوال فيه قمامه واخده وطلع بيه على رشاح المنير في مركز مشهور للسوق، والقى بجثتها بعد كده جرفتها المياه لمركز ابو حماد، وعثرت عليها الاجهزه الامنيه بعد 5 ايام من تغيبها عن منزل اسرتها. النهارده صدر قرار بالاعدام شنقا للمتهم بقتل زميلته امينه عروس الشرقيه اللي قتلها زميلها قبل فرحها ب3 ايام. مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر في كل مكان، شكرا لمتابعه حضراتكم.